العشرون. جو مي بريزونت، جو سوي لتيديون ترابير لو ميديا، تخصص ميكروبيولوجيا، عضو في نادي القراء، شارجي دو كومونيكاسيون. بون، مرحبا بكم. نعرفكم بالنادي اولا. عندنا فروع، خمس فروع للنادي: فرع مناقشة كتب باللغة العربية، فرع مناقشة كتب باللغة الفرنسية، فرع مناقشة كتب باللغة الإنجليزية، وفرع قوة الكلمة، وفرع التحفيز. وفيما يخص تاني الورشات، عندنا خمس ورشات، هما ورشة كتابة، ورشة إعلام، ورشة مسرح، وورشة اللغات، ورشة الإعلام. بون، الفروع هادو اللي هما لا فونداسيون تاع النادي، هما لا باس تاع النادي. كي تأسس، تأسس على جال هاد الخمس فروع الأساسيين اللي هما لاباز تاعهم القراءة، باسكو حنا نتخصصوا في القراءة. هذا هو لوبجيكتيف تاع النادي كي تأسس، باش نروجوا للقراءة في الوسط الشبابي، في الوسط الجامعي. ما يخفاش عليكم باللي نحن نادي ثقافي في وسط علمي، كما تعرفوا جامعة هواري بومدين هي جامعة علمية بامتياز. وفيما يخص الورشات، ورشة الكتابة، عندنا هنايا كتب ألفوها أعضاء من نادي القراء. عندنا واقيلا دو ليفغ هكاك، اي اون بليس دو سا ورشة رسم الفنون، لي تابلو لي هنايا كاع مرسومين من طرف أعضاء النادي. وهذا شرف لينا بوغ لا بخوميييغ فوا في تاريخ سيلا أنو يصح لنا ستوند هنايا. اون بليس دو سا تاني اللي هو شرف لينا، المحافظ تاع سيلا بروبوز لنا اون كولابوراسيون افيك سيلا اديسيون 26 ستوند تاع مقايضه، اللي هو تحت مبدا حط كتاب ودي كتاب، هكاك باش نتبادلوا الكتب، باش نتبادلوا المعارف مع الناس، ماشي برك في الوسط الطلابي ولا الوسط الجامعي. إضافة إلى هذا، وفي كما على بالكم بالظروف الخاصة اللي جت فيها هذه الطبعة، اللي هما الأحداث اللي راهي صاير في قطاع غزة، أوني ديزولي بو سا، مدولنا ستوند تخوازيام، والبيت تاعو تبرعات بالكتب لصالح أطفال غزة. وإن شاء الله نكون أفدتكم وأعطيتكم لمحة هكاك على النادي تاعنا. وسوايي لي بيانفوني، نحن امام القاعه المركزيه سنترال في لافوار دالجي. ميرسي بوكو.